بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه المحاضرة الخامسة. وصلنا إلى عنوان العقار الحكمي بعد أن تناولنا القسم الأول من العقار، من المال العقار، بعد أن تناولنا المال الذي هو عقار طبيعي. إذن بعد العقار الطبيعي ندخل إلى العقار الحكمي. بعد المال المتمثل في العقار الطبيعي ننتقل بحول الله تعالى إلى المال الذي هو عقار حكمي. حين ننظر إلى الفصل الرابع من مجلة الحقوق العينية، إلى الفصل الرابع في صياغته العربية، وهي الصياغة الرسمية، لأن النصوص تناقش أمام النصوص القانونية طبعا، تناقش أمام مجلس نواب الشعب، أمام السلطة التشريعية، النصوص تناقش بالعربية ويصادق عليها وهي مصاغة بالعربية. إذن النص الرسمي، النص القانوني الرسمي، هو النص المصاغ باللغة العربية، لكن لأسباب تاريخية القانون التونسي يصدر في لغة ثانية وهي اللغة الفرنسية، أو ينشر في الرائد الرسمي بلغة ثانية هي اللغة الفرنسية، لكن الصياغة الفرنسية ليست النص الرسمي. الفصل الرابع في صياغته العربية يتحدث عن عقار ويصفه بالحكمي. إذن الاسم عقار حكمي. حين نذهب إلى الصياغة الفرنسية للفصل الرابع، في الصياغة الفرنسية للفصل الرابع نجد العبارة التالية، عبارة immeuble par destination، les biens sont immeubles ou par leur nature، إذا هذا هو العقار الطبيعي، أو par leur destination، أو par l'objet auquel il s'applique. وما يهمنا الآن في الفصل الرابع هو العقار الذي ورد في مرتبة ثانية واسمي immeuble par destination. هذه العبارة الفرنسية ينبغي أن تترجم كما يلي: عقار، عقار بالتخصيص. إذن اسمان، الاسم الأول عقار حكمي، والاسم الثاني عقار بالتخصيص. هذه هي الأسماء الواردة في مجلة الحقوق العينية. المسمى كما سنتبين ذلك هو منقول طبيعي له رابط بعقار طبيعي، ويتمثل الرابط في أن المنقول فرع تابع والعقار أصل متبوع، وبسبب هذه العلاقة يعتبر القانون المنقول الطبيعي، يعتبره عقاراً، وذلك لكي ينطبق على المنقول، لكي تنطبق على المنقول أحكام العقار. إذن نحن أمام تحويل لمنقول إلى عقار، ويمكن أن نستعمل العبارة التالية: نحن أمام تحويل لمنقول إلى عقار، نحن أمام بين ظفرين أمام تعقير لمنقول، نحن أمام تحويل لمنقول إلى عقار، نحن أمام
تعقير، وهي ترجمة أقترحها للعبارة الفرنسية immobilisation. immobilisation d'un meuble. Donc, le meuble a été immobilisé, a été rendu un immeuble. Le meuble a été transformé par la loi. Le meuble a été transformé en immeuble. Donc, il s'agit d'une immobilisation. وأقترحوا بأن تترجم عبارة immobilisation بتعقير مع وضعها بين ظفرين لكي لا يختلط معناها الذي نحن بصدده الآن، لكي يختلط لا يختلط استعمالها في المعنى الذي نحتاجه الآن ونحن بصدده، معنى تحويل منقول إلى عقار بمعنى آخر يدل عليه الوضع للتعقير. إذن نحن أمام تعقير، وصاحب التعقير الذي أتى فعل التعقير، الذي أتى فعل التحويل من منقول إلى عقار هو المشرع. إذن نحن أمام تعقير، إذن صرنا أمام عقار بعد أن كنا أمام منقول. في الحقيقة هنالك منقول، لكن القانون اعتبر أننا أمام عقار. إذن هذا عقار افتراضي، وصاحب الافتراضي هو القانون. إذن نحن أمام افتراض قانوني، une fiction juridique. وإن شئت قلت نحن أمام عقار اعتباري، وصاحب الاعتبار هو القانون. نحن أمام اعتبار قانوني أو أمام فرض قانوني. نحن أمام عقار لا في الحقيقة بل بمقتضى حكم القانون، ومن هنا جاءت تسميته بالعقار الحكمي. هو عقار لا في الحقيقة، في الحقيقة هو منقول طبيعي، ولكن حكم القانون بأنه عقار لأن هذا المنقول تابع للعقار، فرع للعقار. إذا نحن أمام عقار بحكم القانون أو أمام عقار حكمي، وهذه عبارة الفصل الرابع في صياغته العربية. نحن أيضا أمام منقول مخصص لعقار. نحن أمام منقول مخصص للعقار، إذن نحن أمام عقار بسبب هذا التخصيص، بسبب هذا التخصيص. إذن نحن أمام عقار بالتخصيص، وهذا هو الاسم الذي وجدناه في الصياغة الفرنسية، أو ترجمنا به الاسم الموجود في الصياغة الفرنسية، وهو immeuble par destination. إذن هذا عن الأسماء، وهذا بصفة مجملة عن المسمى. المسمى سأتناوله في إطار القانون الفرنسي، لأن القانون الفرنسي هو المصدر المادي للقانون التونسي على هذا المستوى. حين نذهب إلى القانون الإسلامي نجد أن هنالك صور لمنقولات تابعة لعقارات، فتأخذ هذه المنقولات بحكم هذه التبعية، تأخذ حكم العقارات أو تتبع، لأنها تابعة في الوجود للعقارات، فيتخذ القانون قرارا بجعلها تابعة له على مستوى الأحكام، أي نطبق على المنقولات أحكام العقارات التي هي تابعة لها. هذا نجده في القانون الإسلامي، ولكن لا نجد اسم العقار الحكمي
أو العقار بالتخصيص. اسم العقار الحكمي أو العقار بالتخصيص، تحديدا اسم العقار بالتخصيص، نجده في القانون الفرنسي. إذن القانون التونسي لأن فيه هذا الصنف العقار الحكمي أو العقار بالتخصيص، لأن فيه هذا الصنف، فهذا الصنف، وجود هذا الصنف يدل على أنه استقاه من القانون الفرنسي، لأن هذا الصنف موجود في القانون الفرنسي، لم يستقه من القانون الإسلامي، لأننا لا نجد في القانون الإسلامي صنفا من العقار اسمه العقار الحكمي أو اسمه العقار بالتخصيص. إذن المصدر المادي لأحكام القانون التونسي على مستوى العقار الحكمي، المصدر المادي هو القانون الفرنسي. لذلك لكي نفهم القانون التونسي ينبغي أولا أن نفهم ما ورد في مصدره المادي، أي ما ورد في القانون الفرنسي. في القانون الفرنسي هنالك صورتان للعقار الحكمي أو للعقار بالتخصيص. الصورة الأولى تسمى صورة العقار بالتخصيص الفلاحي أو الصناعي أو التجاري أو المدني. إذن منقول يخصص لخدمة عقار فلاحي، يجعل لخدمة عقار فلاحي. بسبب هذه العلاقة يعتبر القانون المنقول عقارا حكميا أو عقارا بالتخصيص. أيضا المنقول، ودائما نحن في إطار الصورة الأولى، قد يخصص لخدمة عقار صناعي. منقول يخصص لخدمة عقار فلاحي، مثال ذلك جرار في أرض فلاحية. الجرار منقول طبيعي، الأرض الفلاحية عقار طبيعي. إذا نحن أمام منقول طبيعي خصص لخدمة عقار طبيعي. القانون يعتبر المنقول الطبيعي أي الجرار في مثالنا يعتبره لا منقولا، بل يعتبره عقارا، وتحديدا عقارا حكمي. لماذا؟ لكي تنطبق على هذا المنقول الأحكام نفسها التي تنطبق على العقار الذي هو مرتبط به، الذي هو في خدمته، الذي هو يخدمه، أي المنقول يخدم ذلك العقار. دائما في إطار الصورة الأولى، المنقول الطبيعي قد يجعل لخدمة عقار، ولكن هذا العقار ليس فلاحيا بل هو صناعي. مثلا آلات نضعها في مصنع، الآلات منقول طبيعي، عفوا منقول طبيعي، والمصنع إذن أرض وبنايات، إذن نحن أمام عقار طبيعي. لأن المنقول الطبيعي هنا الآلات الماكينات مخصصة لخدمة المبنى الصناعي، العقار الصناعي مخصص لخدمة العقار الطبيعي، القانون يعتبر هذا المنقول عقارا بالتخصيص. التخصيص قد يكون أيضا في إطار نشاط اقتصادي ثالث هو التجارة. إذن النشاط الأول الفلاحة، الثاني الصناعة، الثالث التجارة. لنأخذ نزلا مثلا، أو لنأخذ مطعما، أو لنأخذ مقهى. في المقهى مثلا هنالك طاولات وكراسي، في المطعم طاولات كراسي أواني للطهي، في النزل هنالك أسرة، إلى آخره من هذه المنقولات الطبيعية. هذه المنقولات الطبيعية أتي بها في مبنى النزل أو مبنى المطعم أو مبنى المقهى، أتي بها لخدمة المبنى، لخدمة العقار الطبيعي. إذا نحن أمام منقول طبيعي جعل
لخدمة عقار طبيعي في إطار نشاط اقتصادي هنا هو النشاط التجاري، بسبب تبعية المنقول للعقار، فهذا المنقول يعتبره القانون عقارا، وتحديدا عقارا بالتخصيص أو عقارا حكميا. الأنشطة الاقتصادية قد تكون فلاحة، قد تكون صناعة، قد تكون تجارة، وقد تكون غير ذلك. كل ما هو نشاط اقتصادي ليس بالفلاحة أو الصناعة أو التجارة، في الوسط القانوني الفرنسي وفي الإطار الذي نحن بصدده، هذا النشاط التجاري يسمونه بالنشاط المدني. مثال ذلك، لدينا قاعة للرياضة، قاعة للتدريب الرياضي. هذه القاعة هي عبارة عن مبنى، إذن نحن أمام عقار طبيعي. حين نأتي بأدوات، بآلات للتمرين، لتقوية العضلات وغير ذلك، إذن نحن أمام منقولات طبيعية. هذه الآلات هي منقولات طبيعية جعلت لخدمة عقار طبيعي، خصصت لخدمة عقار طبيعي. بسبب هذا التخصيص، هذه المنقولات يعتبرها المشرع الفرنسي عقارا، وتحديدا عقارا بالتخصيص. إذا هذه هي الصورة الأولى. سأخذ الآن ما يقوله في شأنها فقيه كتب في القانون الفرنسي، هو فرانسوا لوران. ماذا يقول في شأن هذه الصورة الأولى؟ يقول ما يلي، يقول مثلا وضع الحيوانات، إذن هو يكتب في القرن 19، وضع الحيوانات، ثيران وحراثة إلى آخره، يقول على الأرض سببه أن مصلحة الفلاحة تقتضي ذلك، ومصلحة الفلاحة تتطلب أيضا أن يتم تعقير هذه الحيوانات، فإذا حافظت على طبيعتها كمنقول أمكن لدائن المالك أن يعقلوها بصفة مستقلة عن العقار وأن يبيعها. ماذا سينتج؟ يقول أن تصبح الحراثة مستحيلة، مما يضر بالمجتمع الذي يهمه أن تكون هنالك حراثة للأراضي، ومما يضر بالمالك الذي سيجد نفسه مفلسا لأنه بحرمانه من الحيوانات التي يحرث بها أو بغير ذلك من الآلات، لن يعود هذا المالك لن يعود قادرا على أن يستخرج من الأرض قوته وقوت عائلته. فالتعقير يجنب هذه المفسدة، والكلام دائما للوران. وحسب مجلة الإجراءات، لا تمكن عقلة العقارات بالتخصيص إلا مع العقار، الطبيعي يقصد. بهذه الطريقة يضمن استمرار استغلال الأرض، والدائنون لن يخسروا بل سيربحون، لأنه لا مصلحة لهم من إفلاس المدين أو الإنقاص من دخله. إذن يقول لنا لوران ما يلي: هنالك منقولات تخصص لخدمة الأراضي الفلاحية، ثيران وحراثة مثلا. يقول المصلحة تقتضي هنا أن نعتبر، وهذا ما يفعله القانون، أن نعتبر المنقولات عقارات، ونطبق على المنقولات حكم العقار الذي ارتبطت به. يقول هذا في مصلحة المجتمع، لأنه حين نبقي الرابط بين المنقول والعقار تستمر الفلاحة، وفي هذا تحقيق لمصلحة المجتمع. المجتمع يهمه أن تكون هنالك فلاحة وأن تكون هنالك منتجات فلاحية. ثم زيادة على مصلحة المجتمع، التعقير يقول هو لفائدة المالك، لأن مالك الأرض، مالك الأرض حين نبقي على أدوات الإنتاج، أي على المنقولات التي
تجعل الأرض منتجة، هذا سيضمن له الاستمرارية في أن يحصل على قوته كما يقول لوران وقوت عائلته. ثم إن دائني هذا الفلاح أيضا من مصلحتهم أن تبقى المنقولات التي تجعل الأرض تنتج أن تبقى مرتبطة بهذه الأرض، لأنه طالما كانت هذه الأرض تنتج، طالما كان ثم دخل لمدينهم، وطالما كان ثم دخل لمدينهم سيكون ثم إمكانية لأن يستخلصوا ديونهم. هذا ما قاله لوران. ثم يضيف يقول: أنا تحدثت عن الفلاحة، لكن الكلام نفسه يصح لو كان العقار له صبغة صناعية، أي هنالك مصلحة للمجتمع ولمالك المصنع ولدائن المالك من أن يتم تعقير المنقولات التي تجعل هذا المصنع ينتج. بعد ذلك يقول لوران ما يلي، ولكي أتمكن من تفسير قول لوران ينبغي أن أذهب إلى المجلة المدنية الفرنسية، سأحاول أن أجد هذه المجلة. إذن المجلة المدنية الفرنسية، تحديدا ما يهمنا منها هو هذه الفصول، إذن الفصل 524 والفصل 525 تحديدا. الآن ما يهمنا هو 524، ومن بعد ذلك في إطار الصورة الثانية للعقار بالتخصيص سيهمنا، حين نصل إلى تلك الصورة سيهمنا الفصل 525. الفصل 524 أمامكم فيه فقرات. الفقرة الأولى تقول ما يلي، تتحدث كما يلي، تقول إن الأشياء التي يضعها المالك على العقار لخدمته ولاستغلاله، هذه الأشياء تعتبر عقارات حكمية. العبارة بالضبط عبارة الفصل 524 تحديدا الفقرة الأولى: Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. يقول لوران عبارات الفقرة الأولى عامة، تشمل النشاط الفلاحي وتشمل النشاط الصناعي ويمكن أن تشمل غيره من الأنشطة كتلك التي أسميناها أنشطة تجارية أو مدنية. إذن عبارات الفقرة الأولى عامة يقول لوران. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placé. إذن objets un fonds. إذن أشياء وضعت على عقار، هذا العقار قد تكون له صبغة فلاحية ولكن يمكن أن تكون صبغته صناعية، يمكن أن تكون تجارية، يمكن أن تكون غير ذلك مما هو نشاط اقتصادي. بعد ذلك يقول لوران حين نقرأ الفقرة الثانية والثالثة وبقية النص، نجد مثلا حديثا عن ليزانيمو، هذا يعني أننا أمام نشاط فلاحي. نجد حديثا عن سمادات سيمونس، إذا نحن أمام نشاط فلاحي. روش أميال، إذا جباح نحل ينتج العسل، إذا نحن أمام نشاط فلاحي. لكن أيضا نجد بابيتري مطبعة أوزين، إذا نحن أمام نشاط صناعي. إذا يقول لوران ما يلي: الفقرة الأولى
جاءت عامة، ثم الفقرات التي يليها هي التطبيقات، والتطبيقات يقول لم يرد منها الحصر، أي ليست هي التطبيقات الوحيدة للفقرة الأولى، بل هي مجرد أمثلة. هذه الأمثلة وردت في الأنشطة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وهي الأنشطة الفلاحية والأنشطة الصناعية. طبعا ورد ذكر هذين النشاطين، يقول لوران، على سبيل المثال. إذن هي أمثلة لأشياء يمكن أن يضعها المالك لمنقولات طبيعية، يمكن أن يضعها المالك لخدمة عقارات طبيعية. بعبارة أخرى، الأمثلة ليست للحصر، ومن ثم يمكن أن يحصل التعقير لا في الإطار الفلاحي والصناعي فحسب، بل في إطار بقية الأنشطة الاقتصادية من تجارية وما أسميناه أو ما يسمى وما اصطلح على تسميته في القانون الفرنسي، في الوسط القانوني الفرنسي، بالأنشطة المدنية. إذن هذا هو القسم الأول من العقار الحكمي في القانون الفرنسي. القسم الثاني في القانون الفرنسي، العقار بالتخصيص المتمثل في الربط النهائي. المتمثل في الربط النهائي، العبارة الفرنسية immeuble par destination par perpetuel demeure par perpetuel demeure، العقار بالتخصيص المتمثل في الربط النهائي. هذه الصورة الثانية من العقار بالتخصيص، أو هذا القسم الثاني من العقار بالتخصيص، وردت في الفصل 525 من المجلة المدنية الفرنسية الصادرة في بداية القرن التاسع عشر، تحديدا سنة 1804. يحدثنا هذا النص عن هذه الصورة ويقول ما يلي، يقول ما يلي: لدينا منقول جعل ملتحما بعقار بواسطة مواد بناء، وتحدث عن بلاتر جبس، أشو عن الجير، أسيمون عن الإسمنت. إذن المنقول الذي جعل ملتحما بواسطة مواد بناء، جعل ملتحما، المنقول الطبيعي الذي جعل بواسطة مواد بناء، اسمنت إلى آخره، جعل ملتحما بعقار طبيعي، هذا المنقول يصبح عقارا حكميا، يصبح عقارا حكميا بسبب هذا الالتحام. هذه هي الصورة الأولى، أو القسم الأول، أو النوع الأول من العقار بالتخصيص المتمثل في الربط ربطا نهائيا. الصورة الثانية حسب الفصل 525، الصورة الثانية تتمثل في الربط بين المنقول والعقار، لا بواسطة مواد بناء، بل بواسطة الترسيع. بواسطة الترسيع، إذا نجعل منقولا طبيعيا ملتحما بعقار طبيعي بدون مواد بناء، أي بمجرد الترسيع. في هذه الصورة في القانون الفرنسي يقولون ما يلي: لكي يصبح المنقول الذي جعل ملتحما بالترسيع، لكي يعتبر هذا المنقول عقارا حكميا، لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو التالي: يجب ما يلي: يجب، إن أردنا فك الالتحام بالترسيع، أن يتضرر المنقول أو يتضرر العقار،
أو يتضرر المنقول والعقار. في هذه الصورة المنقول يصبح عقارا حكميا. لكن لو أن فصل الالتحام بواسطة الترصيع، لو أن هذا الفصل لا يحدث ضررا لا بالمنقول ولا بالعقار، فهنا بالرغم من الالتحام بالترصيع فالمنقول يظل منقولا ولا ينقلب إلى عقار حكمي، لا ينقلب إلى عقار بالتخصيص. هذا ما يقال في القانون الفرنسي. إذن العقار بالتخصيص المتمثل في الربط ربطا نهائي صورتان. الصورة الأولى الربط بواسطة مواد بناء، الصورة الثانية ربط المنقول بالعقار بواسطة الترصيع. ولكن ها هنا لكي ينقلب المنقول الذي ربط بالترصيع عقارا لابد من هذا الشرط، لو فصل الالتحام لأدى ذلك إلى فساد المنقول أو إلى فساد العقار أو إلى فساد كل من المنقول والعقار. وهنالك في القانون الفرنسي ومن ثم في الفصل 525 هنالك استثناءات تتعلق بالمرايا وباللوحات وبالتماثيل. بالنسبة لهذه الأشياء التي كانت ثمينة في القرن التاسع عشر، المرايا كانت من الأشياء الثمينة. إذن المرايا واللوحات والتماثيل وما شابهها لكي تكون عقارات حكمية، لابد من أن يكون ما يقلها مرتبط بالعقار، إما بمواد بناء أو بواسطة الترصيع. إذن ليس من الضروري أن يكون التمثال نفسه هو المرتبط هو الملتحم بمواد البناء أو ملتحم بالترصيع. يكفي هنا أن يكون ما يقل التمثال هو الملتحم بواسطة مواد البناء أو الملتحم بواسطة الترصيع. إذن صورة ثانية للعقار بالتخصيص في القانون الفرنسي. صورة أخرى هي لما يسمى بالتخصيص المضاعف. مثال ذلك لدينا آلة في مصنع، وهذه الآلة جعلت ملتحمة بالعقار الصناعي بواسطة مواد البناء أو بواسطة الترصيع. إذن نحن أمام تخصيص صناعي، وفي الوقت نفسه نحن أمام تخصيص متمثل في الربط ربطا نهائيا. هذه الصورة يدخلونها في القانون الفرنسي في الصورة الأولى، أي لا يجعلونها صورة مستقلة إلى جانب الصورتين السابقتين. إذن الصورة الأولى التخصيص الفلاحي إلى آخره، الصورة الثانية التخصيص المتمثل في الربط النهائي. ثم هنالك صورة تشمل التخصيص الأول والثاني، هذه لا يجعلونها مستقلة بل يدخلونها في الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليهم يقولون ما أدى إلى تثبيت المنقول بمواد البناء هو أنه يخدم العقار، لذلك يدخلون هذه الصورة في القسم الأول من العقار بالتخصيص لا في القسم الثاني، ثم أنهم حين يدخلونها في قسم من القسمين لا يجعلونها مستقلة. إذن هذه هي الخطوط العريضة لصورتي العقار بالتخصيص في القانون الفرنسي كما جاءت هذه الخطوط العريضة على لسان فقيه هو فرانسوا لوران. ثم هذا الفقيه يضيف إلى هذه الخطوط
مسألة هي الفرق بين العقار بالتخصيص في صورته الثانية، أي العقار بالتخصيص المتمثل في الربط النهائي، الفرق بينها وبين العقار بالدمج. بين العقار بالدمج، رأينا أن العقار بالدمج أي المنقول الذي يدمج في عقار، هذا المنقول يعد عقارا بالدمج، يعد عقارا طبيعيا. المنقول الملتحم بعقار بواسطة مواد بناء يعتبر عقار، هذا المنقول، لكن ليس عقار طبيعي، يعتبره القانون الفرنسي عقارا حكميا. إذن هنا التحام وهنا التحام، هنا إدماج وهنا إدماج. لماذا في صورة نعتبر أو يعتبر القانون الفرنسي المنقول عقارا طبيعيا، إذن يرتقي به إلى مرتبة العقار الذي هو مرتبط به ويعده مثله عقارا طبيعيا. ولماذا في الصورة الأخرى رغم أنه عده عقار لكن من درجة أقل، ليس كالعقار الذي التحم به، هو عقار نعم ولكنه عقار ليس طبيعي، يسميه عقارا بالتخصيص أو عقارا حكمي. إذن يتساءل لوران ويقول: ما الفرق بين العقار بالدمج وهو عقار طبيعي والعقار الحكمي الذي لم يعد عقارا طبيعيا وإن كان قد عد عقارا؟ يقول: المجلة نقدت على هذا الأساس، فقيل قيل ما يلي: هنا ارتباط وهنا ارتباط بمواد بناء بالترسيع، وهنا عقار طبيعي وهنا صنف آخر. إذن هنالك تناقض في المجلة، من المفروض أن نجد هذه الصور تحت اسم واحد. يجيب لوران: المنقول الذي هو ضروري للعقار، المنقول الذي هو ضروري للعقار إذا جعل ملتحما بالعقار يعد عقارا طبيعيا، أما المنقول الذي هو كمالي للعقار، تزييني للعقار، إذا أدمج في العقار جعل مرتبطا بالعقار بمواد بناء أو بالترسيع، فهذا المنقول يطلق عليه، يسمى عقارا حكميا. إذا يقول: الصورتان مختلفتان، فالصورة الأولى نحن أمام منقول جعل ملتحما بعقار بمواد بناء أو بالترسيع، في الصورة الثانية نحن أيضا أمام منقول طبيعي جعل ملتحما بعقار في إطار بواسطة مواد بناء أو بواسطة الترسيع. إلى حد الآن لا فرق بين الصورتين، لكن في صورة المنقول ضروري للعقار. إذا كان المنقول ضروريا لعقار، هنا نكون أمام عقار بالدمج، يعتبر القانون المنقول يعتبره بسبب كونه ضروري للعقار، يعتبره مثل العقار عقارا طبيعيا. أما إذا كان المنقول كماليا للعقار فها هنا بسبب الربط القانون يعتبر المنقول عقار لكن يعتبره عقارا ليس من درجة العقار الذي ارتبط به أي العقار الطبيعي، بل من درجة أقل، وهذا العقار من الدرجة الأقل يسميه عقارا بالتخصيص. مثلا الباب منقول طبيعي، حين نثبت الباب بواسطة مواد بناء كما نصنع في العادة، هنا ينقلب الباب إلى عقار طبيعي. لماذا عقار طبيعي وليس عقار بالتخصيص؟ لأن الباب أو الشباك إلى آخره ضروري للعقار، المساكن إلى آخره لا تسكن إلا ولها أبواب ولها شبابيك. لكن لو أننا جئنا
بشيء كمالي للعقار، إذا لنأخذ منزلا معد للسكنة. حين نأتي بباب بشباك ونثبته في الجدران بواسطة مواد بناء، ينقلب هذا الباب والشباك ينقلب إلى عقار طبيعي. أما إذا جئنا وثبتنا في الحيطان أشياء للزينة، ثبتناها بواسطة مواد بناء أو بواسطة الترصيع، فهذه الأشياء الكمالية لأنها مثبتة تصبح عقار، لكن لا تصبح عقارا بالدمج، عقارا طبيعيا كالعقار الذي ثبتت فيه، بل تصبح عقار، نعم، ولكن عقارا، عقارا من درجة أقل، هو العقار بالتخصيص. كل ما جئت به إلى حد الآن يهم القانون الفرنسي والقانون التونسي على هذا المستوى. قال إنه أخذ من القانون الفرنسي، لذلك سنجد في القانون التونسي صنف العقار الحكمي، العقار بالتخصيص، وسنجده يتكون من صورتين، كما في القانون الفرنسي صورة أوردها المشرع في فصل، وصورة ثانية في فصل آخر. الصورة الأولى في الفصل 524، والصورة الثانية في الفصل 525. في مجلة الحقانية في القانون التونسي أيضا صورتان، أيضا نجد العقار الحكمي، ثم نجده صورتان، صورة في فصل هو الفصل التاسع من مجلة الحقانية، وصورة ثانية في فصل ثان هو الفصل العاشر من مجلة الحقوق العينية. وسنبدأ بالصورة الأولى، سنبدأ بالصورة التي وردت في الفصل التاسع. الفصل التاسع يقول ما يلي: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك في أرضه من الأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء رصدا على خدمتها واستغلالها. إذن هذه هي الصورة الأولى للعقار الحكمي، والصورة الثانية وردت في الفصل العاشر الذي يقول: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الأشياء المنقولة الملتحمة بشكل يتعذر معه فصلها عنه دون إفسادها، أو وليس الواو، لأنه حين نذهب إلى الرائد الرسمي الذي صدرت فيه مجلة الحقانية وهو النص الرسمي ونقرأ الفصل العاشر، لا نجد الواو، الربط لا لم يحدث بالواو بل بأو. أمامكم الفصل العاشر في وهو منشور في النشرة الرسمية، أي في الرائد الرسمي في الجريدة الرسمية. يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الأشياء المنقولة الملتحمة بالعقار بشكل يتعذر معه فصلها عنه دون إفساده، أو وليس وإفساد ما هي متصلة به، كما ورد ذلك في النص أو النسخة التي أمامكم. إذن هنالك خطأ مطبعي في هذه النسخة، بدل هذه الواو يجب أن نضع أو، لأن هذا هو النص الذي صدر في الجريدة الرسمية. النص الذي صدر في الجريدة الرسمية نجد فيه حرف أو وليس حرف الواو. نبدأ بالصورة الأولى ومن بعد ذلك نمر إلى الصورة الثانية. سنحاول معا إن شاء الله أن نقرأ عبارات الفصل التاسعة، عبارات الفصل التاسع، عبارات سواء كانت مفردة أو جملة ناقصة أو جملة تامة، نقرأ هذا النص معا. نبدأ بما يلي، يقول: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك. هذا أول تخصيص ورد في النص، إذا النص من ينظر إليه، من يتأمل في عبارته يجد جملة من التخصيصات. أول تخصيص حديثه عما يضعه المالك، عما يضعه المالك. إذا هذا التعبير لم يقل المشرع يعد عقارات حكمية ما يوضع في الأرض من الأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء رصدا على خدمتها واستغلالها. لو قال ما يوضع عندها نكون أمام
إطلاق ما يوضع من المالك وما يوضع من غير المالك. لكن هنا قال ما يضعه المالك، إذن نحن أمام تخصيص، نحن أمام تخصيص. وكلما كنا أمام تخصيص إذن سنكون في الوقت نفسه سنكون أمام منطوق بالنص ومسكوت عنه من النص. المنطوق ما تم تخصيصه، المسكوت عنه نقيض ما تم تخصيصه. إذن ما يضعه المالك هو الفرض المنطوق به، وحكمه أنه عقار حكمي. المسكوت عنه ما يضعه غير المالك كالمكتري، ما يضعه غير المالك كالمكتري، إذن هو مسكوت عن هذا الفرض، مسكوت عنه، ومن ثم مسكوت عن حكمه، هل هو عقار حكمي أم ليس بعقار حكمي، إذن هذا مسكوت عنه. إذن هذا هو التخصيص الأول الوارد في النص. إذن النص لكي نكون أمام عقار حكمي لابد من وحدة مالك العقار ومالك المنقول، هذا هو الفرض المنطوق به. الفرض المسكوت عنه هو نقيض هذا الفرض، أي عدم وحدة المالك، مالك الأرض ومالك المنقول. مثال ذلك، لدينا شخص لديه أرض فلاحية ويسوغ هذه الأرض لمكتر، ثم هذا المكتري يشتري جرار، إذن العقار الأرض على ملك شخص والجرار المنقول على ملك شخص آخر، إذن هذا فرض سكت عنه الفصل التاسع. السؤال ما حكم هذا المنقول الذي وضعه غير المالك على الأرض؟ هل يعد هذا المنقول عقارا حكميا أو لا يعد عقارا حكميا؟ إذن هنا ثم سكوت من النص. وتعلمنا معا في السابق منهجية التعامل مع السكوت. المرحلة الأولى نبحث عن قصد المشرع، إن وجدنا هذا القصد نجري الأمر على ما يوافق القصد، إن لم نجد هذا القصد عندها نجرب إعمال قياس الأولى، فإن لم يمكن فقياس المثل، فإن لم يمكن فقياس العكس، أي بعبارة أخرى نبحث عن قرينة خاصة، إن وجدناها أجرينا العمل بما يوافقها فيما يخص المسكوت عنه، إن لم نجد هذه القرينة الخاصة عندها بمقتضى القرينة العامة التي مردها قياس الأولى أو قياس المثل أو قياس العكس، سنصل إلى حكم المسكوت عنه. بالنسبة لهذه الصورة التي نحن بصددها، إذن المسكوت عنه في الفصل التاسع مالك العقار ومالك المنقول مختلفان. إذن منهج التعامل هو الذي ذكرته منذ قليل واستعملناه سابقا، لكن يمكن أن نجرب طريقا أيسر حاصله أن نبحث ماذا قال الفقه في شأن هذه الصورة، أو ماذا قال القضاء في شأن هذه الصورة، أي بعبارة أخرى يمكن أن نستعمل حجة هي السلطة الفقهية أو السلطة القضائية، هذه الحجة من أجل إسناد معنى يقال به من قبل هذه السلطة أو تلك، يقال به في إطار المسكوت عنه. بعبارة أخرى، لو كان مالك العقار ومالك المنقول لو كان شخصين مختلفين، فالفقه التونسي يقول المنقول ليس عقارا حكميا. إذن لو قلت لكم إن المسكوت عنه حكمه المنقول ليس عقارا حكميا، وسألتموني ما حجتك على هذا المعنى الذي تنسبه للقانون التونسي، أقول لكم حجتي أن الفقه قال به، إذن استعملت حجة السلطة لإعطاء القانون معناه في صورة السكوت التي نحن بصددها. وأحيانا تكون السلطة ليست فقها بل قضاء،
وهي سلطة رسمية، أو تأويلها هو تأويل رسمي إن قارناه بتأويل الفقه. التأويل الفقهي ليس تأويلا رسميا، ليس تأويلا رسميا. إن لم نرد اعتماد حجة السلطة، يمكن أن نقول ما يلي. يمكن أن نقول أن الفصل 532 قالنا القانون أعطوه المعنى المراد من صاحبه. يمكن أن نفكر كما يلي فيما يخص مراد المشرع من هذه السورة المسكوت عنها، فنقول ما يلي: هذه سورة تعد نقطة داخل مفهوم المال، والمشرع التونسي قال لنا إن مفهوم المال أخذه من القانون الفرنسي، وفي القانون الفرنسي إذا اختلف مالك المنقول عن مالك العقار فالمنقول لا ينقلب عقارا حكميا. هذا هو قول القانون الفرنسي في هذه النقطة من مادة مفهوم المال. المشرع التونسي لو أنه في هذه النقطة الخاصة أراد موقفا مغايرا لما قال لنا أنه يسير عليه، وهو استقاء مفهوم المال، عموم مفهوم المال استقاؤه من القانون الفرنسي، لا نبه على ذلك، لصرح بذلك، لأوضح ذلك. هذا الإيضاح، هذا التصريح ليس موجودا في القانون التونسي. إذا نستطيع أن نقول إن المشرع في هذه النقطة الخاصة ما زال يسير في الخط العام الذي قال إنه يسير عليه، أي في الاستقاء من القانون الفرنسي، ومن ثم اعتبار هذه النقطة المتعلقة بمالك العقاري ومالك المنقول وكونهما مختلفين، اعتبار أن حكم هذه الصورة هو أن المنقول ليس عقارا حكميا بالتخصيص. مسألة أخرى تطرح في الإطار نفسه، في الإطار نفسه أي على مستوى يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بما يلي: لو فرضنا أن هنالك منقولات وضعها المالك على الأرض، إذن هي منقولات للمالك ووضعها المالك على الأرض، هل تعد في كل الحالات عقارات حكمية؟ تحديدا قد يوضع المنقول على الأرض لخدمة الأرض، وقد يوضع لا لخدمة الأرض بل لخدمة صاحب الأرض. مثلا يمكن أن يضع مالك الأرض على الأرض حيوانا ليحرث به، إذن هذا الحيوان جعل لغرض هو خدمة الأرض، ولكن يمكن أن يأتي صاحب الأرض بحيوان ليتنزه عليه في أرضه. هنا المنقول حين وضع على الأرض وضع لغرض غير خدمة الأرض، بل وضع لغرض هو خدمة صاحب الأرض. هل أن المنقول في الصورتين يكون عقارا حكميا؟ المشرع في الفصل التاسع تكلم عن المنقول الذي وضع لغرض خدمة واستغلال الأرض، وسكت عن الفرض النقيض، أي سكت عن المنقول الذي وضع لغير غرض خدمة واستغلال الأرض، ما حكمه؟ هنا الفقه يقول ما يلي: المنقول ليس عقارا حكميا، إذا بمقتضى حجة السلطة نستطيع أن نعطي القانون هذا المعنى، ولكن أيضا نستطيع أن نفكر كما فكرنا منذ قليل في القانون الفرنسي: هذه الصورة لا ينقلب فيها المنقول إلى عقار حكمي، أي صورة المنقول الذي وضع لغرض غير خدمة الأرض لا ينقلب عقارا حكميا، هذا هو القانون الفرنسي، وهذه نقطة داخل مفهوم المال، والمشرع التونسي
قال إنه أخذ مفهوم المال من القانون الفرنسي، لو أنه أراد حلا مغايرا في هذه النقطة الخاصة لصرح بذلك. التصريح غير موجود، إذا نستطيع أن نقول إن المشرع ما زال، وهو في هذه النقطة ما زال يسير في الخط الذي قال إنه سار فيه، وهو الأخذ من القانون الفرنسي. وكل هذا يفضي بنا إلى القول إن المنقول ليس عقارا حكميا. دائما في إطار هذه العبارة، عبارة منقول، وضعه المالك لخدمة الأرض. لنفرض ما يلي: لدينا منقول وضعه مالك الأرض لخدمة العقار، ثم سوغ الأرض بما فيها من منقولات، سوغ الأرض لمقترن، لمتسوغ. إذن الأرض والمنقولات على ملك المالك، إذن المنقولات وعقارات حكمية. لكن لنفرض أن منقولا ما فسد، فذهب المكتر واشترى منقولا، إذن هو مالك المنقول، ووضعه بدل ذلك الذي فسد، فهل نعطي حكم المنقول الذي فسد، أي هو عقار حكمي، هل ننقل هذا الحكم إلى المنقول الذي جيء به ليعوضه؟ أي هل يوجد في القانون التونسي إن شئتم ما يسمى بالحلول العيني، أي عين تحل محل عين في حكمها، تأخذ مكانها وتأخذ حكمها؟ الجواب لا، لأن المنقول الذي عوض المنقول الجديد هو ملك للمكتري ولا عقار بالتخصيص، إذا كان المنقول له مالك والعقار له مالك مختلف. إذا هذه بعض المسائل التي يمكن طرحها على مستوى حديث النص الفصل التاسع عن منقول وضعه المالك. التخصيص الثاني الوارد في النص هو التالي: النص تحدث عن منقولات رصدت لخدمة واستغلال الأرض. هنالك منقولات قد توضع في البدء لاستغلال الأرض ثم تفقد هذه الوظيفة. إذن هذه المنقولات هل تبقى أم لا عقار حكمي؟ الجواب لا، المنقولات لا تبقى عقارا حكميا بمقتضى القرينة الخاصة التي استعملناها في الصور السابقة. إذن نحن أمام نقطة داخل الأموال، والمشرع قال داخل مفهوم الأموال، والمشرع قال أنه أخذ مفهوم الأموال من القانون الفرنسي، إلى آخر ما قلناه. لو نقلناه هنا لأعطانا ما هو أمامكم من نتيجة، وهي أن المنقول ليس عقارا حكميا، المنقول ليس عقارا حكميا. هنا في هذا الإطار، إذا ما جعل للاستغلال، ما ليس للاستغلال، هنالك مشكل آخر يتمثل فيما يلي: الفصل التاسع تحدث عن حيوانات لاستغلال الأرض. الحيوانات التي
يؤتى بها لاستغلال الأرض، مثلا ثيران ليحرث بها. لكن هنالك حيوانات قد نتردد في اعتبارها حيوانات لاستغلال الأرض أو ليست كذلك. هذه الحيوانات هي حمام البروج وأرانب الأوجرة وسمك البرك، أي هي الحيوانات التي وردت في الفصل 33 من مجلة الحقوق العينية. الفصل 33 من مجلة الحقوق العينية يقول: حمام البروج وأرانب الأوجرة وسمك البرك، إلى آخر النص. حمام البروج، البروج هي بيوت تبنى على السور، ويتخذها الحمام مسكن. إذا الحمام منقول، الحمام منقول. إذا وارتبط بعقار طبيعي هو السور. أرانب الأوجرة، الأوجرة جمع وجار، ويقولون إن الأوجرة هي المكان أو الحجر، حجر الضبع أو غيره. وقد تتخذ الأوجرة يقولون لتربية الأرانب وقنصها. إذا هذه الأوجرة هي أراضي، إذا هي عقارات طبيعية، والأرانب هي منقولات. والمنقولات تماما كالحمام في علاقتها بالسور، هنالك ارتباط بين الحمام والبروج، وارتباط بين الأرانب والأوجرة، ارتباط منقول طبيعي بعقار طبيعي. سمك البرك، البركة هي حوض للماء، وقد تتخذ لتربية السمك. إذا السمك هنا مرتبط بالعقار الطبيعي، السمك وهو منقول طبيعي مرتبط بالبركة، والبركة عقار طبيعي، عقار طبيعي. السؤال الآن: حمام البروج، أرانب الأوجرة، سمك البرك. أيضا في إطار الفصل 33، وهذا سنعود إليه لاحقا، وحين عرض هذا الفصل 33 للتصويت عليه في مجلس الأمة، في المجلس التشريعي في ذلك الوقت سنة 1965، طرح مشكل جباه النحل. النحل منقول ويرتبط بعقار، هي هذا العقار هو الجباح التي يتخذها النحل سكنا له. حين طرح هذا المشكل قيل ما يلي: إن ما ذكر في الفصل 33 من حيوانات هو على سبيل المثل وليس على سبيل الحصر. إذن ذكر الفصل 33 للحمام والأرانب والسمك لا يعني إقصاءه للنحل. إذن النحل أيضا يدخل في الفصل 33 رغم أنه لم يذكر. إذن السؤال الآن: الفصل التاسع تحدث عن حيوانات، وهنالك حيوانات بين أنها لخدمة الأرض، لكن هنالك حيوانات ليس من الواضح، ليس من الجلي أنها لخدمة الأرض. من هذه الحيوانات ما وقع ذكره في الفصل 33، أي حمام البروج وأرانب الأوجرة وسمك البرك. وينبغي أن نضيف ما لم يذكره الفصل 33، ولكن قيل إنه يدخل فيه، وهو النحل. هل تشمل عبارة الحيوانات في الفصل التاسع؟ هل تشمل هذه الحيوانات؟ إذا نحن أمام عبارة في الفصل التاسع، وهي عبارة غامضة، لا ندري
وجه غموضها أننا لا ندري هل تضم أم لا تضم هذه الأنواع من الحيوانات، الحمام والأرانب والسمك والنحل. يمكن أن نجيب بعد أن نطرح هذا المشكل، يمكن أن نجيب كما يلي: فنقول هذه نقطة داخل القانون، هذه نقطة داخل مفهوم المال، والقانون التونسي قال إنه أخذ مفهوم المال من القانون الفرنسي، ولو أراد في هذه النقطة الخاصة الخروج عن الخط العام لصرح بذلك. هذا التصريح غير موجود، إذن من المشروع أن نقول من التشريع، من المشروع أن نخمن أن المشرع أراد في الفصل التاسع ما هو موجود في مصدره المادي، أي أراد أن حمام البروج وأرانب الأوجرة وسمك البرك والنحل في الجباح كلها تعد عقارات حكمية، بالرغم من أن كونها حيوانات لاستغلال الأرض هذا ليس واضحا وجليا جلاء ووضوح. ثيران وظيفتها أن تحرث. ثالث تخصيص ورد في الفصل التاسع، قبل هذا التخصيص هنالك عبارة الأدوات وغيرها في الفصل التاسع هل تفيد الإطلاق؟ بمعنى هنالك أدوات وغير أدوات موضوعيا وظيفتها خدمة العقار، وهنالك أدوات تخدم العقار لكن موضوعيا ليست هذه وظيفته. إذن إن شئتم المالك غير وظيفتها، وظيفتها ليست خدمة العقار، فطورها وجعلها أدخل فيها تغييرات وجعلها، أو حتى دون أن يدخل فيها تغييرات وجعلها لخدمة العقار. إذن عبارة الأدوات وغيرها في الفصل التاسع مطلقة، هل تفيد الإطلاق؟ أي هل تفيد كل الأدوات وغير الأدوات التي تخدم العقار، سواء كانت وظيفتها الموضوعية هي هذه، أو هي تخدم ووظيفتها موضوعيا ليست هذه. ها هنا يمكن أن نفكر كما فكرنا سابقا. المصدر المادي يقول إن هذه الأدوات تعد عقارات حكمية، إذن المطلق سنأخذه هنا في الفصل التاسع، سنأخذه على إطلاقه، على إطلاقه. ثالث تخصيص هو التالي: حديث الفصل التاسع عن أراضي، عن حيوانات، قد يجعلنا نقول إن النص تكلم، نطق بالترابط الاقتصادي الفلاحي وسكت عن نقيضه، أي عن الترابط الاقتصادي غير الفلاحي. والترابط الاقتصادي غير الفلاحي يتمثل، وهذا رأيناه، في الترابط الصناعي أو التجاري أو المدني. إذن المسكوت عنه في الفصل التاسع يمكن أن نقول إنه الترابط الاقتصادي غير الفلاحي. في واحد من قراراتها محكمة التعقيب عرض عليها مشكل منقول طبيعي مرتبط بعقار صناعي، وفي هذا القرار اعتبرت محكمة التعقيب بصفة ضمنية أن هذا المنقول لا يصبح عقارا حكميا، المنقول لا يصبح عقارا حكميا، وهذا نجده في واحد من قرارات محكمة التعقيب، تحديدا هذا القرار الذي أمامكم، تعقيب مدني عدد 7973 مؤرخ في 23 مارس 1972. في هذا
القرار التعقيبي اعتبرت محكمة التعقيب ضمنيا أن المنقول المخصص لخدمة عقار صناعي، هذا المنقول لا ينقلب عقارا حكميا. هذا يعني بعبارة أخرى أنه بالنسبة إلى محكمة التعقيب وبصفة ضمنية، نص الفصل التاسع حكر على الترابط الاقتصادي الفلاحي. لكن يمكن أن نفكر كما يلي: الفصل التاسع ترابط اقتصادي غير فلاحي، هذا هو عفوا ترابط اقتصادي فلاحي، هذا المنطوق به والمسكوت عنه غير الفلاحي. يمكن أن نفكر كما يلي فنقول: أولا، حين تحدث الفصل التاسع عن أرض وحيوانات وأدوات مرصودة لخدمة الأرض واستغلالها، فنحن أمام تخصيص، أي أن النص تناول في فرضه الترابط الاقتصادي الفلاحي وسكت عن غير الفلاحي. لكن هذا التخصيص، نعم هو تخصيص، لكن لم يرد في أسلوب حصري يدعو للقول إن مراد النص قصر التعقير على الصورة التي نطق بها وإقصاءه عن غيرها. ثم إن المشرع قال إنه أخذ أقسام المال من القانون الفرنسي، وما نحن بصدده نقطة داخل هذا المأخوذ به، والمأخوذ به نجد فيه التعقير الحكمي يمتد خارج الفلاحة كما رأينا، يمتد إلى الصناعة بل إلى التجارة بل إلى غير ذلك مما يدخلونه تحت اسم النشاط المدني. ثم إن القانون التونسي السابق، الفصل العاشر من القانون العقاري لسنة 1885، القانون السابق لمجال الحقوقية، ومن ثم الفصل التاسع، كان يتناول المواعين اللازمة لمعامل الحديد والورق وغيره. إذا كان يتناول الترابط الاقتصادي غير الفلاحي، ويتحدث في هذا الإطار عن عقار حكمي. إذا المنقول ينقلب عقارا حكميا، يعد عقارا حكميا. ولو شاء المشرع كل هذا يدعو للقول إلى أن حديث الفصل التاسع عن التعقير في الإطار الفلاحي هو ذكري لا حصري. إذا بمقتضى هذه الأمور التي هي بمثابة قرينة خاصة على مراد المشرع، هذا عن الصورة الأولى من صور العقار الحكمي، أو هذا بعض ما يمكن قوله عن الصورة الأولى من صور العقار الحكمي في القانون التونسي. الصورة الثانية وردت في الفصل العاشر، يقول: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الأشياء المنقولة الملتحمة بشكل يتعذر معه فصلها عنه دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به. كما قلنا الواو في النص الرسمي هناك خطأ مطبعي، هنا حين نصلحه تصبح أو. ما قلناه على مستوى الفصل العاشر عبارة ما يضعه المالك المسكوت عنه، ما يضعه غير المالك، إذن ما قلناه في إطار الفصل التاسع يمكن أن نعيده هنا، والرسم حين نعيده يعطينا الرسم التالي، أو حين نعيده ينبغي أن نقول ما يلي، وقول هذا سنأتي به في هذا الرسم: المسكوت عنه في الفصل العاشر من مجال الحقوق العينية مالك العقار ومالك المنقول الملتحمين ببعضهم المختلفان. إذا ما حكم هذا المسكوت عنه؟ بمقتضى حجة السلطة أي الفقه التونسي، المنقول ليس عقارا حكميا. ثم بمقتضى القرينة الخاصة على مراد المشرع، المنقول، نصل إلى النتيجة التأويلية نفسها، أي إلى أن المنقول ليس عقارا حكميا. مسألة أخرى، الفصل العاشر يقول: الفصل العاشر يقول ملتحم. ما معنى ملتحم؟ طبعا العبارة ملتحم لها معنى وضعي،
لكن الفصل 532 كما رأينا يقول لنا ابحثوا عن مرادي المشرع. نحن أمام، يمكن أن نفكر كما يلي، نحن أمام صورة أخذت من القانون الفرنسي، وفي القانون الفرنسي الالتحام أريد به الالتصاق بين المنقول والعقار بواسطة مواد البناء أو بواسطة الترصيع. إذن الفصل العاشر فيه عبارة الالتحام، معنى الالتحام لغة، المعنى الوضعي هو الالتصاق، وبمقتضى قرين، إذا بمقتضى القرينة العامة سنقول الالتحام الالتصاق، بمقتضى القرينة الخاصة الالتحام هو ضرب معين من الالتصاق، الالتصاق بواسطة مواد البناء أو بواسطة الترصيع. إذا هذا هو معنى الالتحام بمقتضى القرينة الخاصة، وطبعا حين توجد القرينة الخاصة تسبق تقدم يؤخذ بها ولا يؤخذ بالقرينة العامة. مسألة أخرى، معنى أو في الفصل العاشر، الفصل العاشر أضعه أمامكم، يقول دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به. إذن لدينا منقول ألصق بعقار بواسطة مواد بناء أو بواسطة الترصيع، إذن لكي ينقلب هذا المنقول إلى عقار ينبغي لو أردنا فصله أن يؤدي ذلك إما إلى إفساده وإما إلى إفساد العقار، وإما إلى إفساد العقار. عندها يكون المسكوت، إذن الفصل العاشر معنى أو هو بمقتضى القرينة العامة، أو معناها الوضعي هو المراوحة، وبمقتضى حجة السلطة أيضا المراوحة، أي فساد المنقول أو فساد العقار. حين نصل إلى أن هذا هو معنى الفصل العاشر، يكون المسكوت عنه الصورة التي يفسد فيها فك الالتحام، يفسد فيها المنقول والعقار معا. ما حكمها؟ يمكن القول إن حكمها أنها عقار حكمي، وحجتنا هي القرينة العامة على مراد المشرع المتمثلة في قياس الأولى. نستطيع أن نفكر كما يلي، حين نبحث عن مراد المشرع لا نجد شيئا، ولكن هذه الصورة المسكوت عنها أولى بالحكم، حكم العقارية الحكمية، من الصورة المنطوق بها، لأن الصورة المنطوق بها فك الالتحام يؤدي إلى إفساد المنقول دون العقار، أو إفساد العقار دون المنقول. حكم المنقول عندها أنه عقار حكمي. الصورة التي سكت عنها فك الالتحام يفسد المنقول والعقار معا، إذن هذه أولى بالحكم من الصورة المسكوت عنها. ثم الفصل العاشر ورد فيه وصف، والسؤال هل يعود الوصف على كل ما سبقه؟ الوصف هو بشكل يتعذر معه فصلها دون إفسادها وإفساد ما هي متصلة به، هذا هو الوصف. هو وصف لماذا؟ للملتحمة. ورأينا أن الملتحمة معناها الأول ملتحمة بمواد البناء، معناها الثاني ملتحمة بغير مواد البناء، ملتحمة بالترصيع. إذن السؤال بشكل يتعذر معه، هل تعود على الالتحام في الصورتين أم على واحدة من الصورتين؟ إذن هذا هو المجهول الذي نحن بصدده الآن. إذن بشكل يتعذر وصف هل يعود على الصورتين، أي يعود على الملتحمة بمواد البناء وعلى الملتحمة لا بمواد البناء بل بالترصيع، أم على واحدة منهما.
بمقتضى القرينة الخاصة على مراد المشرع نقول إنه يعود على صورة واحدة وتحديدا هي الملتحمة بالترسيع دون مواد البناء، لأنه في القانون الفرنسي هذا الشرط وضع فيما يخص هذه الصورة فقط، ولم يوضع فيما يخص هذا الشرط لم يوضع فيما يخص الصورة التي يكون الالتحام فيها بواسطة هي مواد البناء. إذن بمقتضى هذه القرينة الخاصة التي مفادها كما رأينا نحن في نقطة داخل قسم المال وداخل قسم مفهوم المال، ومفهوم المال أخذ من القانون الفرنسي، ولو أراد المشرع في هذه النقطة الخاصة أن يتخذ موقفا مخالفا لمصدره المادي لصرح بذلك، لوضح ذلك، لبين ذلك. هذا البيان، هذا التصريح، هذا التوضيح غير موجود. إذن نستطيع أن نقول أن المشرع ما زال بصدد السير في الخط العام الذي قال يسير فيه، إنه سار فيه، وكل هذا يفضي إلى أن نقول إن الوصف يعود على صورة واحدة، وهي تحديدا الالتحام بواسطة الترسيع، بواسطة الترسيع. ثم ينبغي للسبب نفسه، إذا هذا الفصل 11 من قانون 1885، وهو تقريبا نقل حرفي للفصل 525 من المجلة المدنية الفرنسية. أتيت به لأنه يحدثنا عن المرايا في البيوت. المرايا في البيوت مستثنات، إذا يمكن أن تبقى منقولة، ولكن إن كان ما يقلها من التخشيبات ملتحم بأخشاب البيوت عندها تكون المرايا والألواح أي الصور التماثيل، إذا عندها تصبح عقارات حكمية. إذا لدينا تمثال، لدينا لوحة، لدينا مرايا، إن اتخذ لها شيء يقلها، وهذا الشيء الذي يقلها إذن هي يمكن نقلها من دون كسرها أو إفسادها، لكن الشيء الذي يقلها كان ملتحما فعندها تعد المرايا والألواح واللوحات إذن المرايا واللوحات والتماثيل تعد عقارات حكمية. المشرع في الفصل 10 من مجلة الحقوق العينية لم يأتي بهذا التفصيل، لكن نستطيع أن نقول إذن هو سكت عن هذه المسألة، نستطيع أن نقول بمقتضى القرينة الخاصة المتمثلة في التفكير التالي، هذه نقطة داخل قسم المال وأخذت من القانون، لو أنها لم تؤخذ كغيرها من القانون الفرنسي لنبه المشرع على ذلك في مجلس القانونية، هذا التنبيه غير موجود. إذن نستطيع أن نقول إنه يقبل الحل الموجود في مصدره المادي، وفي النهاية أن نقول بما هو موجود في المصدر المادي فيما يتعلق بهذه المرايا وبهذه التماثيل وباللوحات وبغير ذلك من أشياء الزينة مما هو كمالي للعقار. إذن ما هو كمالي للعقار؟ إما أن نجعله هو الملتحم بمواد البناء أو بالترسيع، عندها ينقلب عقار حكمي، لكن هنالك أشياء للزينة لا تجعل هي الملتحمة، لكن يجعل لها ما يقلها، وما يقلها هو الملتحم، وهي تبقى غير ملتحمة. إذن هذه أيضا تعد عقارات حكمية، ونستطيع كما قلت أن نقول بهذا الكلام في إطار القنطوسي رغم سكوته، القنطوسي أي مجال الحقانية، وذلك بمقتضى القرينة الخاصة التي تعود إلى المصدر المادي.
الآن لنحضر الفصل التاسع والعاشر والسادس معا. الفصل السادس هو العقار بالدمج. ما هو العقار بالدمج؟ هو منقول طبيعي وهو ضروري، ضرورة موضوعية للعقار الطبيعي. لأنه ضروري للعقار الطبيعي عد عقارا، بل أكثر من هذا، عد كالعقار عقارا طبيعيا. أما العقار الحكمي أو بالتخصيص فهنالك صورة أولى، وهي بين اختلافها عن العقار بالدمج، لأنه لا دمج هنا، لا التحام. العقار بالتخصيص الفلاحي أو الصناعي أو التجاري أو المدني. لكن هنالك نوع ثاني من العقار الحكمي يشبه كثيرا العقار بالدمج، منقول طبيعي وملتحم بالعقار الطبيعي. إذا ما الفرق بين صورة الفصل العاشر وصورة الفصل السادس؟ الفرق كما رأينا ذلك في إطار المصدر المادي للقانون التونسي، أي لهذه الفصول. الفرق أنه في الفصل السادس المنقول ضروري للعقار، وفي الفصل العاشر المنقول كمالي. لذلك نستطيع أن نسمي هذه الصورة من صور العقار الحكمي الواردة بالفصل العاشر أن نسميها عقارا بالتخصيص، التخصيص الكمالي. ونسمي الصورة الأولى للعقار الحكمي أو بالتخصيص نسميها العقار بالتخصيص الخدمي، بالتخصيص الخدمي. إذن هذه هي صور العقار الحكمي في القانون التونسي، والفرق بينها وبين العقار بالدمج الواردة بدورها في القانون التونسي. بالنسبة إلى العقار الحكمي، قيل به في القانون الفرنسي، وينبغي أن يكون الأمر كذلك في القانون التونسي، قيل به لكي يدخل المنقول بصفة آلية، لكي يدخل في العمليات القانونية التي موضوعها العقار الذي ارتبط به ذلك المنقول، ارتباطا خدميا أو ارتباطا كماليا، أي ارتباطا بواسطة الالتحام. هذا هو المبدأ، وينطبق المبدأ مثلا إذا كنا أمام عمل ناقل للملكية، أو إذا كنا أمام عمل منشئ لتأمين عيني. ففي البيع مثلا، وإذا لم ينص العقد على خلاف ذلك، تنقل للمشتري ملكية العقار الطبيعي وملكية العقار الحكمي معا. وفي الرهن العقاري تشمل العملية العقار الطبيعي والعقار الحكمي في الوقت نفسه. إذا هذا عن العقار الحكمي. قبله تناولنا العقار الطبيعي، وسنتناول بحول الله في المحاضرة القادمة، سنتناول العقار التبعي. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.